السلام عليكم، أنا عمر جمال من العراق، عمري 24 سنة. جيت لتركيا لأكمل دراسة الماجستير بالسنة الأولى. السنة التحضيرية لدراسة الماجستير واجهت عدة صعوبات في اللغة الإنجليزية، فبعد فترة دخلت الأكاديمية، ومن حسن الحظ أن كان أستاذي أستاذ ناصر، أستاذ جدا متميز في اللغة الإنجليزية، أستاذ متمكن من اللغة الإنجليزية بطريقة أنه يحببك في اللغة الإنجليزية بأبسط طرق ممكنة، عن طريق فعاليات، عن طريق تحديات مع زملائك. فبعد فترة من الوقت حسيت بتغير في اللغة الإنجليزية، بالنسبة لي حسيت بمستوى تغير ملحوظ، فأنصح جميع الطلبة اللي حابين يغيرون مستواهم في اللغة الإنجليزية أن يتواصلون مع أستاذ ناصر، أستاذ جدا ممتاز ومتمكن من اللغة الإنجليزية، وأتمنى لك كل التوفيق والحب والاحترام. تحياتي لك أستاذ.